نجهز لبطولة العالم. ماتش النهارده كان مفيد في نقطة قوي، ان احنا تقريبا لما لعبناهم ده ثالث ماتش. الماتش اللي فات كنا بنخلص الماتش 2-0، النهارده لجأنا للرميات يعني الحرة او رميات زي الشوت اوت دي اللي هي شبه البينالتيز كده في الكورة. طبعا مهم انها تتحط تحت الضغط ده، ان انت كل كوره بتبقى فارقه جدا وبيبقى فيها طبعا نسبه توفيق مش قليله. فالنهارده استفدنا من ده ان احنا نلعب دي تحت ضغط، دي هتفيدنا ان شاء الله نتعلم من اخطائنا لما نلعب تحت ضغط تاني. الشوت اوتس دي تكون نتيجتنا ان احنا نكسب باذن الله. والله احنا بقالنا شهرين بنتعب وعملنا اللي علينا، والاتحاد موفر لنا كل حاجه وعملنا اقصى كل حاجه عندنا، ومستعدين لكاس العالم ان شاء الله. الماتشات الوديه دي استفدنا منها كتير جدا، ماتش كانه اجواء كاس العالم بالظبط، فان شاء الله نعمل حاجه كويسه في كاس العالم باذن الله. هو الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت دي كان في فتره اعداد، هي كانت طويله شويه بس الحمد لله قدرنا ان نتغلب عليها، لان كان في التدريب في الرمل غير التدريب العادي، فكان في شويه اجهاد وشويه تعب وبعض الاصابات، فقدرنا ان احنا نتغلب عليها، وخصوصا ان احنا عدد الفرقه المسافره 10 افراد بس. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل عمليه استشفاء للعيبه اول باول عشان عمليه الاجهاد، وان احنا نجهزهم لعمليه الماتشات اللي هي المتتاليه ورا بعض. استفادة كويسة علشان الحمد لله احنا يعني فريق كويس، كان ند كويس فقدروا يستفاد مننا، والناس هنا كانوا مرحبين بيه جدا، وان شاء الله نشوف بعض في ادوار متقدمة في اليونانيا. هيحاولوا يتوقعوا افضل حاجة، هي طبعا بطولة قوية جدا، فالديتيل الصغيرة او التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحسم المباريات. هم هيشاركوا ب 100% من مجهودهم ويحاولوا يوصلوا لاقصى حاجة. احنا اتطورنا في حتة الطرق السريعة، الطرق ان هو دلوقتي الطرق بقت افضل كتير والدنيا منظمة اكتر بكتير، فدي مسج كويسة للعالم كله يعني.